احنا في الدوره السادسه يعني كتشوف كان بالبدايه ديالها كاين واحد النجاح باهر، كاين واحد التالق ديال اكاديميه محمد السادس على المستوى التنظيمي، كاين كذلك التالق ديال الفريق ديال اكاديميه محمد السادس اللي انتصر هذا الصباح يعني 3-0 على فريق غلطه سراي. وكان يعني هذا هما من الاهداف ديال اكاديميه محمد السادس، وان على مستوى التنظيمي اننا نشرفوا البلاد ديالنا، اننا نشرفوا اكاديميه محمد السادس كيف بغاها صاحب الجلاله الملك محمد السادس، ان تكون يعني اكاديميه محمد السادس تكون نموذجا يقتدى به ويحتذى به لا من طرف الفرق الوطنيه ولا كذلك على المستوى الافريقي والمستوى العالمي. وهذا الشيء اللي يعني رجع حاصل داخل اكاديميه محمد السادس، بحيث اصبحت اكاديميه محمد السادس واحد المشتل ديال التفريخ ديال واحد اللاعبين، واصبحت اكاديميه محمد السادس يعني واحد المكان ديال صناعه ديال الابطال، صناعه ديال اللاعبين المتميزين اللي يقدروا يعني مؤخرا انهم يلعبوا بطولات عالميه، يقدروا انهم يلعبوا في كاس عالم ووصلوا لواحد النصف النهائي اللي شرف جميع المغاربه. كذلك عندنا لاعبين اللي هما جايين في الطريق، لاعبين شباب اللي كيكونوا العمود الفقري ديال المنتخب الوطني لا الاولمبي ولا اقل من 20 سنه ولا كذلك اقل من 17 سنه ولا اقل من 16 سنه، هادو كلهم يعني كنجنيو الان الثمره ديال الرؤيه الملكيه الساميه من اجل تطوير كره القدم الوطنيه وكذلك يعني الرفع بمستوى التكوين داخل المغرب. باش باسكو اون ابليكي تو سكو اون فولو فير باسكو اون بيان ايتيدي لادفيرسير بوكو تان بوكو دو فوا. Et puis on savait comment il jouait, on savait comment il attaquait, comment il défendait. Bon, ça nous a rendu la tâche un peu facile, mais aussi on a mis beaucoup d'ingrédients pour que ça marche bien. Je pense qu'on a eu de l'intensité, il y a eu des bonnes phases de jeu, même si parfois c'est un peu difficile. Mais je pense que dans l'ensemble, on aurait pu marquer beaucoup de buts. Mais les 3-0, c'est une bonne note, ça nous permet de bien démarrer le tournoi, parce que ça sera difficile. Ça nous permet aussi de reposer certains pour voilà, aborder les quarts de finale avec plus de fraîcheur. On va essayer de voir d'abord l'état de santé de certains. Après, on va injecter du sang frais pour que ce qu'on puisse avoir plus de voilà, pour que tout le monde participe au tournoi un maximum. Et ensuite, voilà, certains les reposer et puis comme ça, on aura la fraîcheur pour le troisième match, inchallah, si on se qualifie. كما كتشوفوا اليوم درنا اداء زوين الحمد لله، شوف فضل ربي ان شاء الله. دابا كنتكونسونطرو على الماتش ديال ستراسبورغ غدا ان شاء الله مع 10:30 وقادم افضل ان شاء الله. كتموتيفا بزاف، هادشي كيعطيك طاقه جديده باش غدا عاوتاني تزيد تماركي والماتش الجاي انت وما تزيد فيهم، وان شاء الله على ما نديو التورنوا ان شاء الله الا بغى الله. الحمد لله المباراه كانت جيده والدراري كنشكرهم بزاف على المجهودات ديالهم، وهاد المباراة الأولى هي اللي غادخلنا إن شاء الله في جميع المقابلات الماجية، وإن شاء الله ما غادي يكون غير الخير إن شاء الله في المقابلة الجاية مع ستراسبورغ. الحمد لله هنا فين كيبان، هنا فين كتقارن راسك بين اللعابة ديال الأوروب، الحمد لله كنشوفوا دراري مغاربة تبارك الله ما كاينش فرق بين مغربي وأوروبي، الحمد لله أنت شفتي كل شيء. حنا لعبنا مع غلطة سراي وكانت مقابلة عادية، كنا متفوقين عليهم الحمد لله. المواكبه ديال الدوري والحضور ديالنا هو طبيعي، لانه كما قلتي تيدخل في اطار ديال المواكبه ديال الوليدات، المراقبه ديال التطور ديالهم، ولكن ايضا لان الدوري ارتقى ولا تيقدم واحد المستوى فني كبير، وشيء مهم اننا نوقفوا ايضا على التطور ديال المدارس الاخرى من ناحيه التكوين باش نعرفوا نسيتيو راسنا بالنسبه للدول الاخرى. وتنتمناو انه يعني الدوريات بحال هذا صراحه تتعمم، لانه ما كافيش فقط الدوري ديال الاكاديميه، تنبغيو اللاعبين يلعبوا اكبر عدد من المباريات في المستوى العالي، وفقط دوريات بحال هذه او مشاركات مع المنتخبات تتعطيهم هذه الفرصه باش يلعبوا في مستوى اعلى باش المستويات ديالهم ايضا ترتقي ان شاء الله. بالنسبه للفرقه ديال الاكاديميه هو فرقه اللي صغار السن، لانه عندهم لاعبين تحت السن ايضا اللي مشاركه في هذا الكاس، هذا شيء مشجع لانهم بداوا بانتصار، بداوا بمستويات جيدة. نتمنوا انهم ايضا يتطور المستوى ديالهم مع مرور الجولات، لان المباريات غتكون مضغوطة، واللي غيبغى يوصل للنهائي خصو يفوز تقريبا في كل المباريات. نتمنوا ان هذا التحدي اللي عليهم في عدد قليل من الايام ومباريات كثيرة يستجبوا ليه كما استجبوا اليوم، اللي المستوى كان يعني ساتيسفيزون بالنسبة لبداية الدوري ان شاء الله.